جهود مكافحة انتشار كورونا والأزمة الليبية. روسيا تقترح تبني الأمم المتحدة إعلان تعاون دولي لمكافحة كورونا. الشرطة العراقية تعثر على أسلحة ومتفجرات داخل نفقين لداعش الإرهابي. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة فيروز مكي. أهلا بك فيروز. أهلا بك دانا. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق على التنسيق بين البلدين بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الزعيمين قد بحثا كذلك تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، كما تبادلا أيضا الرؤى بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين ورفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص. قدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة مبادرة إلى الجمعية العامة، وتقترح فيها أن تتبنى الجمعية إعلانا بشأن التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا. وذكرت البعثة الروسية أن المبادرة تقترح الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة هذا الوباء، ووضع تصور لموافقة الدول على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمة، ومن ذلك من أجل تطوير طرق من شأنها وقف انتشار الفيروس وضمان علاج مرضاه وتقديم المساعدة إلى الدول الأكثر ضعفا وخاصة البلدان النامية. أعلنت روسيا أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، وقالت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية إن اللقاح لن يكون متوفرا قبل 11 شهرا، مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من موسكو دكتور سليم علي المحلل السياسي. دكتور سليم، في البداية أهلا وسهلا بك، يعني حدثنا أكثر عن هذه الدعوة، دعوة من موسكو لجمعية الأمم المتحدة لتبني هذا إعلان التعاون لمكافحة كورونا. ما هي أهم أوجه التعاون التي سيتبناها هذا الإعلان في رأيك؟ تحياتي لكم. بالطبع هذا وباء عالمي قد انتشر في كل دول العالم، ولا يمكن إيقافه إلا من خلال تعاون دولي، وروسيا هي تسعى من خلال تقديم هذا الطلب إلى تشجيع وإلى مزيد من التعاون الدولي وإعطاء للمنظمات الدولية دورها الريادي الذي تخلت عنه بفضل سياسات دول معينة. هذا التعاون لا بد منه، لا يمكن لدولة لوحدها، حتى دول عظمى وغنية ومتقدمة علميا وكما رأينا كالولايات المتحدة وأوروبا تعاني الآن من هذا الوباء بشكل كبير، ولا يمكن إلا من خلال عزل الناس ومن خلال التعاون من أجل التعاون مختلف الدول، ولا يمكن إلا من خلال على أرضية منظمة الصحة العالمية، وهي المنظمة المسؤولة عن الصحة العالمية، وهي تستطيع
أن تقوم بتنسيق الجهود العالمية من أجل مكافحة هذا الوباء. طيب في رأيك دكتور سليم، يعني هل يشمل هذا التعاون وهذا الإعلان الذي دعت إليه موسكو، هل سيشمل تدابير ربما اقتصادية لأوجه التعاون لما بعد انفراج أزمة كورونا؟ يعني علينا أن ننظر الأمور بواقعية. ما قبل الكورونا ليس ما بعده. الآن نحن أمام قد أطلق أزمة عالمية اقتصادية واضحة كانت هي مستترة، وكانت ولذلك لربما أيضا تدابير ما بعد الكورونا هي بنفس يعني أهمية أيضا التدبير لحل الأزمة الآن. ما يتعرض له الاقتصاد العالمي وعجلة الاقتصاد العالمي الآن هو شيء خطير جدا، لن يعني يتمكن العالم من احتوائه في عدة أشهر حتى وإن انتهت أو انفرجت هذه الأزمة بعد عدة أشهر أو حتى عام. بالطبع بالطبع، ولكن البداية هو إيقاف هذا الوباء، وبعد ذلك سوف يؤدي هذا إلى إيجاد إجراءات من أجل القضاء على أو من أجل تفادي هذه الأمراض والتي والآثار التي قد أثرها على الاقتصاد الدولي. لذلك هنا لابد من تعاون دولي. البداية هو إيقاف هذا المرض، إيقاف انتشاره، وبعد ذلك لابد من إطلاق تعاون دولي من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية. ولا يمكن إلا من خلال التعاون، والذي ستتعرض له بشكل أكبر هي الدول النامية، هي الدول الفقيرة. وهذا والجانب الروسي هو يسعى من أجل إيجاد آليات أيضا بعد ذلك من أجل التعاون الاقتصادي. وأطلق المبادرة التي أطلقها الرئيس بوتين في قمة العشرين الإلكترونية كما تسمى، قد أطلق مبادرة من أجل إلغاء سياسة العقوبات، من أجل فتح الحدود، من أجل إلغاء جميع العوائق التي تساهم بحركة البضائع والمساعدات. هذا عبارة مبادرة هي مكتملة، وتحاول روسيا من أجل ذلك، وهي قد بدأت بإرسال مساعدات إلى دول مختلفة ومنها دول متطورة كإيطاليا، تحاول أن تساعد الآخرين. طبعا البشرية الآن أمام تحدي كبير، وعلى الإنسانية أن ترى آليات من أجل إيقاف هذا الوباء. وهنالك محاولات حتى من مراكز الأبحاث العالمية ومراكز الأبحاث الروسية كما ذكرتم خبركم، هنالك قد أوجدوا العديد من اللقاحات، وهي طبعا هناك فترة تجريبية وسريرية قد تحتاج إلى فترة لعدة أشهر، ولكن قبل ذلك علينا إيقاف انتشار هذا المرض. كل العالم قد ضربه هذا المرض وقد أثر باقتصاديات الكرة الأرضية بشكل كامل. دكتور سليم علي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من موسكو. أكد الكرملين اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، ومشيرا إلى أن الموظف المصاب لم يخالط الرئيس. ومن جهة أخرى، شددت الحكومة الروسية على ضرورة تطبيق الإجراءات المتبعة في موسكو، وذلك لمكافحة الفيروس لتشمل سائر أنحاء البلاد، وذلك بعد أن قفز عدد الحالات المؤكدة بمستوى يومي قياسي اليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى 1036 حالة وفاة وأربعة أشخاص بهذا المرض. ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 104,804 حالات، وسجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية لأعداد الوفيات أمس الجمعة ب 354 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 1753 حالة. وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة قيمتها تريليونان ومئة مليار دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا. وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه خول أيضا وزير الدفاع والأمن الداخلي باستدعاء احتياطي الجيش وخفر السواحل للخدمة.
قمت بتوقيع أمر تنفيذي باستثمار مبالغ كبيرة في دوائر الصحة، وكنت قد أعطيت بموجب قانون الدفاع صلاحية الاستجابة لانتشار هذا الفيروس المروع، العدو غير المرئي كما سميناه، وسوف يتم العمل مع أعضاء من البيت الأبيض من حيث التفاوض والتفاهم حول ما يحدث في العالم من منظور اقتصادي. لكن الأمر التنفيذي بيتر سوف يعمل على رسم تنسيق سياسات البلاد، وهذا موقف وهذه وظيفة مهمة في هذه المرحلة الحساسة. وأشار ترامب إلى أن السلطات الصحية تجري يوميا اختبارات ل 104,000 مريض في إطار المساعي للتوصل لعلاجات لفيروس كورونا. إن إدارتي تخطط للمرحلة القادمة بصورة فعالة، ونحن نقوم بإجراء اختبارات على ما يقرب من 140,000 مريض يوميا، وهو الأكبر في العالم. وقبل بضعة أسابيع كنا قد أجرينا اختبارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأن قدراتنا ما تزال تتنامى. وهناك أيضا مسألة مراقبة لكيفية انتشار هذا الفيروس، الأمر الذي يعطينا مؤشرا دقيقا عن هذا الأمر. تسعى مختبرات والأبحاث والأدوية حول العالم إلى إنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا. في هذا العرض نسلط الضوء على أبرز هذه المحاولات مع زميل باسم طبانة. أهلا بكم مشاهدينا. تسابق مختبرات الأبحاث وصناعة الأدوية في أنحاء العالم الزمن للتوصل بسرعة إلى لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا المستجد. ففي الصين استخدم أطباء في شنغهاي بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من كورونا لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى. كما وجد علماء صينيون استنادا إلى تجارب سريرية أن كلوروكين الفوسفات، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا. وفي اليابان تم الإعلان عن البدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب والمعروف باسم الإيدز لعلاج فيروس كورونا المستجد. وفي الولايات المتحدة فتعمل شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، وهي شركة طبية، مع السلطات الصينية لمعرفة ما إذا كان أحد عقاقيرها يمكن أن يحارب أعراض كورونا. وأطلقت الشركة الأمريكية على العقار اسم راميدسيفير، مشيرة إلى أنه أظهر نجاحاً. وذكرت شركة أبفي أنها حصلت على نتائج واعدة في اختبار عقار يعالج كورونا، مشيرة إلى أن العقار مزيج من الأدوية المخصصة لمكافحة الإيدز وعقار التاميفلو، وهو العقار المخصص لمواجهة أنفلونزا الخنازير. وتعمل شركة جونسون أند جونسون وجلاسكو سميث، وهي شركات تعمل على إنتاج عقارات مماثلة. أما في أستراليا فقد أعلن معهد تابع لجامعة كوينزلاند أنه يعمل على إنتاج لقاح لكورونا، يتوقع أن يكون جاهزا لتجريبه على الأشخاص في غضون 16 أسبوعا. أما في ألمانيا فقد أعلن مدير شركة كروفاك الألمانية لصناعة الأدوية أعلن التوصل قريباً لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا. وننتقل إلى فرنسا، حيث أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لاستخدام ما يسمى بمنصة الحمض النووي المؤتلف لإنتاج لقاح محتمل. وبدورها أعلنت روسيا البدء باختبار لقاح على الحيوانات ضد فيروس كورونا، وتأمل بالتوصل إلى نماذج أولى واعدة في شهر يونيو. وقد بدأت التجارب السريرية للعلاجات التجريبية ضد فيروس كورونا المستجد في 4 دول أوروبية، وستستخدم التجارب 4 أدوية مضادة للفيروسات على 3,200 مريض بالفيروس التاجي في مستشفيات عدد من المدن أو الدول مثل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأيضا فرنسا. تهدف التجربة إلى تقييم كفاءة وسلامة 4 استراتيجيات علاجية وتجريبية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كورونا بناء على المؤلفات العالمية العلمية الحالية.
ووفقا لبيان صحفي تستخدم التجربة السريرية الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والإيبولا على التوالي، وذلك لعلاج مضاد للملاريا. كان هذا عرضا للجهود الدولية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا. شكرا لكم. أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جون هايتن أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية خارج البلاد على الرغم من تفشي وباء كورونا، وأضاف هايتن أن الجنود الأمريكيين سيتخذون احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس، مؤكدا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جدا. وكان البنتاغون قد أعلن أنه جمد لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا. أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48582 حالة. وأضافت السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات تجراء هذا الفيروس ارتفعت بدورها لتصل إلى 325 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 116 حالة وخروجهم من مستشفى العزل. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 147 حالة. هذا وأكد مجاهد تسجيل 41 حالة جديدة تثبت إيجابية تحاليلها أو تثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس فضلا عن وفاة 6 حالات. انتظمت حركة المرور في جميع محافظات الجمهورية بعد انتهاء فترة سريان حظر حركة المواطنين ووسائل النقل في تمام 6 من صباح اليوم. وتعمل وسائل النقل العام وكذلك القطارات ومترو الأنفاق بصورة طبيعية وفق جداول التشغيل المقررة. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا شيرين مجدي مراسلة إكس نيوز في ميدان عبد المنعم رياض، وكذلك سارة عبد الله مراسلة إكس نيوز من ميدان الجيزة. أرحب بك شيرين في البداية وإليك الكلمة، تفضلي. رياض والذي يشهد انتظام كامل لحركة المواصلات العامة هنا، يعني ربما بنوضح بالصورة معنا هناك عدد من الأتوبيسات العامة المتواجدة هنا بالموقف لتقدم خدماتها للمواطنين، وذلك منذ 6 صباحا وبتواصل خدماتها لكافة المواطنين حتى 7 مساء، وهو موعد بدء حظر حركة المواطنين والمواصلات العامة وفقا ما أقره مجلس الوزراء. هذه نحن هنا في الجراج، هذه الأتوبيسات كافة وأراضي الجراج وكافة المنشآت به بتشهد تعقيمات متوالية يعني كل فترة حفاظا على حياة الركاب وحياة العاملين
هنا في الجراج سلامة لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما هذا هو الصورة في الجراج بالنسبة للحالة المرورية، يعني بنوضح في الصورة هناك سيولة ربما أقل من المتوسطة تقريبا في الحركة المرورية في الشارع، يعني لم نلحظ تواجد للمواطنين بالصورة الطبيعية. يبدو أن المواطنين بالفعل التزموا بقرارات مجلس الوزراء بالبقاء في المنازل حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين بشكل عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. خلال جولتنا في شوارع العاصمة بصورة يعني بصورة عامة لاحظنا إغلاق لكافة المحال التجارية وفقا للقرار الخاص بإغلاقهم إغلاقا تاما يومي الجمعة والسبت على أن تعاود العمل في المواعيد الخاصة بها حتى الخامسة مساء بدءا من غدا الأحد، هذا بالنسبة للمحال التجارية. أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي والكافيهات فبالفعل كانت مغلقة وفقا للقرار بإغلاقها يعني على مدى 24 ساعة طيلة أسبوعي الحظر الخاص بحركة المواطنين والمواصلات. بالنسبة للدوريات الأمنية هناك دوريات بالفعل رصدناها هنا في شوارع القاهرة للتأكد من تطبيق إغلاق هذه المحال التجارية وحفاظا على الأمن واستقرار في الشارع المصري بصفة عامة. ربما هذه هي الصورة لدي وبالعودة إليك مرة أخرى. أشكرك زميلتي شيرين مجدي مراسة إكسترا نيوز في ميدان عبد المنعم رياض على هذا الرصد وكل تلك المعلومات والتفاصيل. وانتقل الآن إلى زميلتي سارة عبد الله مراسة إكسترا نيوز من ميدان الجيزة. أهلا بك سارة وإليك الكلمة. تحياتي لك إذن، تحياتي للسادة مشاهدي قناة إكسترا نيوز. بنضم معك الآن من ميدان الجيزة وبالتحديد الموقف الخاص بسيارات النقل العام المتواجدة هنا والكائنة بميدان الجيزة والتي تحتوي على عدد كبير من سيارات النقل العام التي تنتقل إلى أكثر من مكان داخل المحافظة لنقل المواطنين. يعني كحالة كطبيعة الحال عند زميلتي شيرين التي ذكرت الآن من داخل موقف عبد المنعم رياض عن طبيعة سير سيارات النقل العام، فيعني كما تشاهدين الآن من خلفي فهناك حركة سير طبيعية لسيارات النقل العام حسب ما يعني ذكر أو قرر رئيس مجلس الوزراء بحظر النقل العام والخاص في الساعة السابعة مساء ويومي الجمعة والسبت، تكون حركة السيارات النقل العام والخاص بشكلها الطبيعي حتى تأتي تلك الساعة السابعة مساء وتتوقف سيارات سواء النقل العام أو الخاص لحظر حركة المواطنين في إطار الجهود المبذولة لتفشي فيروس كورونا المستجد. أيضا هنا من ميدان الجيزة هناك العديد من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها في هذين اليومين حسب القرار، لكن لازالت السوبر ماركت والمخابز وهذه المستلزمات الضرورية والأساسية للإنسان يعني تفتح أبوابها بشكل كامل وبشكل طبيعي في هذه الأيام في جميع الأوقات، حيث لا تغلق أبوابها أمام المواطنين لمستلزمات والضروريات التي يحتاجها المواطن. يعني حتى هذه اللحظة نحن في بداية اليوم في بداية النهار يعني نتابع حركة المواصلات وحركة سيارات النقل العام والخاص من ميدان الجيزة وأيضا حركة المحال التجارية التي أغلقت أبوابها سواء كمحال تجارية للملابس أو محل لأجهزة المحمول. أيضا فقط الذي يفتح أبوابه في تلك الساعة أو في هذه الأوقات هي المحال الغذائية السوبر ماركت والمخابز والصيدليات أيضا تفتح أبوابها في هذه المنطقة. هذه الصورة بشكلها الأكبر من هنا من عندي من ميدان الجيزة دانا، يعني هذا أبرز ما وضحت لك هنا من داخل الميدان وإليك كلمة مرة أخرى. أشكرك زميلتي سارة عبد الله مراسة إكسترا نيوز من ميدان الجيزة على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك سارة. أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستوسع نطاق اختبار كورونا ليشمل جميع موظفي الصحة وخاصة في الخطوط الأمامية فضلا عن تدابير إضافية بعد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفيروس. وسجلت بريطانيا يوم أمس 181 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 759، كما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 14 حالة وفاة و 579 حالة إصابة.
طالب رئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الاتحاد الأوروبي بوضع نهج مشترك للتصدي لفيروس كورونا، وقال في كلمة إن أوروبا تحتاج إلى مبادرات جادة لمواجهة هذا الفيروس بدلا من الاعتماد على الآليات التقليدية التي أثبتت فشلها على أرض الواقع. وأضاف الرئيس الإيطالي أنه كان يأمل أن تتحرك أوروبا تحركا جديا لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل فوات الأوان بحسب تعبيره. أعلنت إيطاليا تسجيل نحو 1000 وفاة بسبب فيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية. وذكرت السلطات الصحية في إيطاليا أن حصيلة الإصابات جراء الفيروس قد تجاوزت 86,000 حالة. من جانبه قال رئيس معهد الصحة في إيطاليا أن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد، وأضاف في الوقت نفسه أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض. دعا رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التضامن المالي الأوروبي في مواجهة فيروس كورونا، ومؤكدا أنه لم يتم التجاهل للإشارات الصادرة من إيطاليا بشأن خطورة الأزمة الصحية الحالية. وكانت 9 دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا قد دعت إلى اعتماد قرض مشترك لجميع دول الاتحاد الأوروبي يعزز مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومشددين الضغط على ألمانيا المعارضة للمشاركة في الديون. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995 حالة. كما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى 932,964 حالة. تسلل فيروس كورونا إلى داونينغ ستريت وسط العاصمة البريطانية لندن، لكن هدفه تلك المرة ليس مواطنا عاديا، وإنما الرجل الذي دعا البريطانيين في وقت سابق لتوديع أحبابهم بعد التفشي السريع للفيروس في البلاد. بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه خضع لتحليل فيروس كورونا بعدما شعر بأعراض خفيفة وجاءت نتيجة الفحص إيجابية، لكنه أكد أنه سيبقى في العزل الطبي وسيستمر في قيادة جهود حكومته لمكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو. وتعليقاً على إعلان جونسون هذا، صارع قصر باكنغهام بتأكيده أن الملكة إليزابيث التي جمعها لقاء بجونسون في 11 من الشهر الجاري تتمتع بصحة جيدة. وبعد أقل من ساعتين أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه يخضع للعزل المنزلي ويعاني من أعراض متوسطة. وتأتي تلك التطورات المتسارعة بعد الكشف عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس، والذي أكد مكتبه بأنه لا يزال في صحة جيدة. وفي فرنسا حذر رئيس وزرائها إدواغ فيليب من أن فيروس كورونا سيشكل خطورة متصاعدة خلال الأيام القادمة مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين في البلاد. أما إيطاليا أكثر الدول معاناة من الفيروس، فقد أكد رئيس معهد الصحة هناك أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة فيروس كورونا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض. وفي مواجهة تلك التطورات قرر قادة الاتحاد الأوروبي دراسة تدابير مشتركة أكثر حزماً لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل أزمة كورونا، وذلك خلال 15 يوماً. وتعهد القادة في بيان مشترك عن فعل كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن. قال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد
ارتفع ليصل إلى 64 حالة، وذلك بعد تعافي 7 حالات جديدة من المصابين بهذا الفيروس. وأضاف وزير الصحة الكويتي أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بهذا الفيروس، وذلك تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. أعلنت عمان تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وبذلك أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 152 حالة. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 405 حالات. كما أعلنت الوزارة شفاء 3 حالات جديدة للمصابين بهذا الفيروس، ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء 55 حالة. في سوريا، قررت الحكومة السورية منع السفر بين المدن والمحافظات في إطار تجديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، ويأتي حظر السفر الذي يطبق ابتداء من غد الأحد بعد فرض حظر تجول هذا الأسبوع من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، وبعد أن أوقفت البلاد رحلاتها الجوية وأمرت بإغلاق معظم الشركات. يذكر أن سوريا قد سجلت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس في البلاد حتى 16 من الشهر القادم، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا تمديد تعطيل الجامعات الحكومية الخاصة والمعاهد العليا حتى التاريخ ذاته. أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع إصابات كورونا إلى 5 عقب تسجيل حالتين جديدتين قادمتا من فرنسا والإمارات، وكان السودان قد أعلن عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات توفي في 12 من مارس عقب إصابته. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية،
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي المحتلة بلغ 97 حالة. أعلنت السلطات الصحية في المغرب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 358 حالة، وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 23 حالة مع تعافي 11 شخصا من الفيروس، وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 450 مليون يورو للحكومة المغربية لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس كورونا. دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التقيد بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها، وذلك إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم التجمع لأي سبب. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت حظر تنقل المواطنين في البلاد 10 ساعات، وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا. أعلنت السلطات الصحية في إيران تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس قد ارتفع إلى 2517 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قد وصلت إلى 35408 حالات. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات. وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك حتى 12 من أبريل، وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 3 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت اللجنة في بيانها إن العدد الإجمالي للإصابات قد بلغ 81394 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3295 شخصا. وكشفت اللجنة عن خروج 74971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا. استأنف مترو مدينة ووهان عمله جزئيا في مؤشر على عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا في المدينة والتي ظهر فيها فيروس كورونا. واشترطت حكومة المدينة على ركاب المترو ارتداء أقنعة واقية، ومن المقرر إزالة الحجر الصحي عن ووهان في 8 أبريل المقبل، حيث سيتمكن سكانها من مغادرتها بشرط أن يكونوا أصحاء. أعلن مركز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 9478 حالة. هذا كما أعلن المركز ارتفاع حالات الوفاة إلى 144 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وبحسب البيان تتركز معظم الإصابات في منطقة دايجو وإقليم كيونغسانغ شمالي البلاد. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية،
وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل ارتفع إلى 364، منهم 50 شخصا حالتهم خطرة. أعلنت تايلاند تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات. وأشارت السلطات إلى أن أحدث حالة وفاة هي لمريض بالفعل كان يعاني من بعض المضاعفات الصحية. وكانت الحكومة التايلاندية قد أمرت بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومددت حالة الإغلاق القائمة حتى نهاية أبريل نيسان. سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بهذا الفيروس بعد توقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة. ويتوقع مسؤولو الصحة استمرار الارتفاع في حالات الإصابة قبل أن تبدأ في التراجع، وذلك نظرا لأن معظم المواطنين يمكثون في منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق الصارمة والتي تستثني العاملين في المجالات الحيوية. في إندونيسيا أمرت الحكومة الإندونيسية بإجراء اختبار شامل في جميع أنحاء البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة 1000 حالة في أكبر قفزة ليوم واحد. يأتي هذا بينما أشارت السلطات الصحية الإندونيسية إلى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة. وأضافة عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس. قال مسؤول تركي إنه جرى عزل بلدة وأربع قرى في إقليم ريزا تركي المطل على البحر الأسود، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في أول إغلاق من نوعه في البلاد منذ بداية تفشي المرض قبل أسبوعين. وارتفع عدد الوفيات في تركيا بسبب هذا الفيروس المستجد إلى 75 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 3629 شخصا. وسجلت تركيا خلال 24 ساعة الماضية 16 حالة وفاة و 1196 حالة إصابة جديدة، فيما أجرت فحوص شملت 7286 شخصا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات التي خضعت للفحص في تركيا إلى نحو 40,000 شخص. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم وأكثر من 20,000 حالة وفاة. هذا وأشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى أن أكثر من 100,000 شخص قد تمثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس. وناشد أيضا أدهانوم دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج كورونا. اللقاح لا يزال على الأقل على بعد 12 إلى 18 شهرا. في نفس الوقت نحن ندرك أن هناك حاجة ملحة للعلاجات لمعالجة المرضى وإنقاذ الأرواح. اليوم نحن سعداء أن نعلن أن النرويج وأسبانيا اليوم أول مريض سيدخل في الاختبارات، اختبارات التضامن، للتعرف على أربع مجموعات عقاقير مختلفة لعلاج فيروس كوفيد-19. هذا اختبار تاريخي، وهو يقلص الوقت اللازم لمعرفة أي أدوية ناجحة.
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن فيروس كورونا دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية. واعتبرت خلال مؤتمر صحفي أن هذا الركود سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، ومضيفة أن الصندوق يسعى لتعزيز استجابته لفعل المزيد بشكل أفضل وأسرع لمواجهة هذا الفيروس. أكدت منظمة السياحة العالمية أنها تعمل حاليا على إصدار مجموعة من التوصيات لتكون خطة إنقاذ للدول لتعافي قطاع السياحة بها بعد انقضاء أزمة انتشار فيروس كورونا. وتتوقع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للسياحة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة تصل من 20% إلى 30% في عام 2020 مقارنة بأرقام 2019. عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته إلى لوس أنجلوس بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا. وكان توم هانكس الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة وزوجته من أوائل المشاهير الكبار والذين أعلنوا إصابتهم بهذا الفيروس. وتم علاج توم هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى. بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكد بن زايد للأسد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مضيفا أن التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، مؤكدا أن سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. اتهمت هيئة التنسيق الروسية والسورية الولايات المتحدة بتقديم الدعم للمسلحين بمخيم الركبان. وكشفت الهيئة عن أن واشنطن تقدم دعمها للمسلحين في المخيم تحت غطاء المساعدات الإنسانية. عثرت قوات الشرطة العراقية على نفق لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة في سمراء وكركوك. وأشارت قيادة الشرطة الاتحادية أن قوات الفرقة الخامسة العاملة ضمن قاطع عمليات سمراء عثرت على وكر من مخلفات داعش شمالية سمراء احتوت على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة. وأضافت أن القوات قد قامت بتفتيش قرية الصمود جنوب قضاء داقوق وعثرت على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام ومواد تفجير كانت في نفق لداعش في المنطقة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن وزارة الدفاع بنتاغون أمرت قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال في العراق وذلك ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران. وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات عسكرية أمريكية رفيعة أكدت لوزارة الدفاع أيضا أن هذه الحملة ستحتاج إلى إرسال الآلاف من الجنود إلى العراق. وكشفت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة منشورات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل وإعفاءات ضريبية عامة وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها. وأكد المركز أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها ولم يصدر أو يصدر عن الدولة أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن. وأشار المركز إلى أن الدولة قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثار الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها ومن الجهات المختصة. أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن. وإلى الرياضة، حيث دعت نقابة دولية للاعب كرة القدم المحترفين الأندية إلى تجنب تسريح اللاعبين أو تخفيض رواتبهم دون التفاوض معهم مسبقا. وتتخذ بعض الأندية مثل هذه الإجراءات من أجل التخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف المسابقات وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا. هذا فيما بدأ نادي روما في تقديم الدعم لجميع أعضائه المسنين للحماية من فيروس كورونا المستجد. وقام النادي بتوزيع الضروريات الأساسية لجميع الأعضاء فوق سن 75 عام، حيث يتلقون في منازلهم صندوقا يحتوي على طعام وأدوات طبية مفيدة لحماية أنفسهم في فترة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا. ختام هذه النشرة الآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يبحث واتفية مع نظيرها التونسي جهود مكافحة انتشار كورونا والأزمة الليبية. روسيا تقترح تبني الأمم المتحدة إعلان تعاون دولي لمكافحة كورونا. والشرطة العراقية تعثر على أسلحة ومتفجرات داخل نفقين لداعش الإرهابية. بهذا مشاهدينا نصل للختام. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم سالمين.